أهلا بكم مشاهدي ميسات في الجولة الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأ معكم بأهم العناوين. قداسة البابا تودروس الثاني يرأس قداسة أذكار ظهور رأس القديس ماري مرقس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ويسيم 9 كهنة جدد. النيابة توافق على زيارة وفد من المحامين الرئيس المعزول محمد مرسي غدا بسجن برج العرب بالإسكندرية. إعصار هاين المدمر يتسبب في مقتل العشرات وتشريد الملايين في الفلبين. وننتقل إلى تفاصيل الأنباء. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم صلاة قداس عيد تذكار ظهور رأس القديس مار مرقس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وخلال القداس ألقى قداسته كلمة روحية بعنوان الكنيسة والكهنوت، تناول خلالها نشأة الكنيسة القبطية التي تأسست بنبوة في العهد القديم، كما تناول قداسة البابا في كلمته رحلة العائلة المقدسة إلى مصر وزيارة القديس مار مرقس الذي أسس الكنيسة المرقسية والتي نالت بركة الإيمان وصارت كنيسة رسولية تحيا التقليد الرسولي السليم. وخلال القداس تم بيد قداسة البابا تودروس الثاني سيامة 9 كهنة جدد على كنائس مختلفة بالإسكندرية، هم القس مرقس والقس موسى والقس فيلوباتير والقس إرميا والقس بولا والقس كراس والقس مينا والقس رافائيل. وبالتزامن وتذكار عيد تكريس كنيسة القديس مار مرقس، ترأس نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالوراق. وشارك نيافة الأنبا يوحنا في القداس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها. وبيد أصحاب النيافة تمت رسامة 4 كهنة جدد على مذابح كنائس شمال الجيزة. ومن أخبار الكنيسة إلى الشأن الداخلي، وافق النائب العام المستشار هشام بركات على السماح لوفد من المحامين بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي غدا بسجن برج العرب بالإسكندرية. وجاءت الموافقة بعد أن أرسل مكتب النائب العام لوزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون لمعرفة رأيهم بشأن الحالة الأمنية ومدى مناسبتها لزيارة الرئيس المعزول. يشار إلى أن وفد المحامين يضم كلا من محمد سليم العوة ومحمد الضمايطي وأسامة الحلو ومحمد طصن. يلتقي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور اليوم دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يطلع الببلاوي الرئيس منصور على تطورات الأوضاع الراهنة وتعديلات قانون التظاهر تمهيدا لإقراره الأيام المقبلة. من ناحية أخرى قال المستشار عادل عبد الحميد في تصريحات صحفية إن قانون التظاهر جار مراجعته من قبل اللجنة التشريعية بالوزارة وأن صدوره سيتم قريبا. قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم إعادة قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد 10,680,000 جنيه ضرائب مستحقة عليه. قررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة جنح التهرب الضريبي على أن يتم وقف نظر القضية لحين الفصل في الجناية المرتبطة بها والمتهم فيها أحمد عز بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون. وفي قضية تهرب ضريبي أخرى قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي برفض استئناف النيابة على قرار محكمة جنح التهرب الضريبي الذي قضى ببراءة رجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك من سداد مبلغ 633,000 جنيه ضرائب مستحقة. أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 28 عنصرا إخوانيا من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بأربع محافظات. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط
أنه تم ضبط 21 متهماً من عناصر الإخوان في بني سويف، فيما ضبط 5 متهمين بمحافظة أسيوط. وأضاف المصدر أن أمن الجيزة تمكن من ضبط أحد الأشخاص المطلوبين في قضية أعمال العنف بدائرة مركز شرطة الدلنجات، أما المتهم الآخر وهو مطلوب في قضية اقتحام مركز شرطة يوسف الصديق وحرقه فقد ضبط بالفيوم. توقفت حركة قطارات طنطا المحل المنصورة صباح اليوم إثر قيام عمال وبريات ونسيج سمنود بقطع طريق السكك الحديدية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة، حيث أشعل العمال النيران في إطارات الكاوتش والأخشاب على السكك الحديدية وأقاموا خياما تقيهم من المطر في اعتصامهم المفتوح وإضرابهم على شريط السكة الحديد. من جانبه أكد مهران فراج رئيس اللجنة النقابية بسمنود أن العمال لن ينهوا إضرابهم إلا بعد تدخل المسؤولين لحل مشكلة الرواتب. من ناحية أخرى حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من استمرار تجاهل الحكومة مطالب عمال شركة سمنود الذين دخل اعتصامهم الأسبوع الثالث على التوالي. عقد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لعرض ما تم إقراره من مواد في الدستور الجديد، وخلال المؤتمر أكد سلماوي أنه لم يتم بعد الاتفاق على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، في حين تم إقرار مادة تلزم الدولة بتكريم الشهداء ورعاية مصاب الثورة والمحاربين القدماء، وأخرى لتمثيل المرأة بشكل متوازن مع المجالس النيابية، إضافة إلى مادة تلزم الدولة بتوفير تأمين صحي يشمل جميع المصريين. وأوضح سلماوي أن لجنة الخمسين ليست بحاجة إلى مد فترة عملها التي تنتهي في 3 ديسمبر المقبل. لائحة جريدة الوقائع المصرية، وهذه الصورة من رئاسة الجمهورية. هذه اللائحة تنص على أنه مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين، وإنما 60 يوم عمل. ومنذ بداية عمل اللجنة التزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها في الجريدة الرسمية، فليس هناك مشكلة فيما يتعلق بمدة اللجنة، والتي وفق الحساب الذي أجريناه وجدنا أنها تنتهي يوم 3 ديسمبر القادم. وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في زيارة تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عدلي منصور نظيره الفلسطيني الذي يطلعه على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. كما من المقرر أن يلتقي عباس كلا من وزيري الدفاع والخارجية ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ودكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وفي سياق متصل عبرت حركة حماس عن قلقها إزاء زيارة عباس إلى القاهرة من خلال استنكارها ما أسمته ادعاءات رئيس السلطة الفلسطينية بشأن تدخلها في شؤون مصر الداخلية. وإلى أخبار الاقتصاد. أكد وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة تعمل على تفعيل الكروت الذكية للتأكد من أنه لا يوجد تسرب أو سرقة للمواد البترولية. وقال جلال إن الحكومة ستتخذ خطوات هامة لتقليص دعم الطاقة بصورة تدريجية، مؤكدا أن هذه الخطة لن تطال برامج دعم المواد التموينية التي لا تتجاوز 4 مليارات و400 مليون دولار. وأضاف جلال أن مسألة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مصر هي في سلم أولويات الإصلاح الاقتصادي للموازنة. والآن إلى الشأن السوري.
تعقد الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً بإسطنبول اليوم لتحديد الموقف من المشاركة بمؤتمر جنيف الثاني بشأن سوريا. من جانبه قال رئيس المجلس الوطني جورج صبرا إن الشعب السوري لديه هدف واحد ومحدد، هو أن يتم وقف إعمال القتل أو أعمال القتل والحفاظ على استقلال سوريا، ومن ثم فتح الأفق نحو عمل سياسي ينقل دمشق من حال الاستبداد إلى الديمقراطية. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض خالد الصالح أن الأمم المتحدة لم توجه دعوة رسمية للائتلاف للمشاركة في مؤتمر جنيف الثاني. ونتحول إلى السودان، حيث قتل 45 شخصا وأصيب 50 آخرون إثر تجدد الاشتباكات القبلية بولاية وسط دارفور. وذكرت صحيفة الأهرام السودانية اليوم نقلا عن شهود عيان أن الاشتباكات دارت بمناطق صارو وأبو طقية بوسط دارفور، وأدت إلى نزوح المئات من سكان القبائل خارج مناطق الصراع. يأتي هذا فيما طالبت قيادات بالولاية حكومة الخرطوم وفقا للصحيفة سرعة إرسال قوات نظامية لوقف الاقتتال والفصل بين الأطراف المتصارعة. طالب مندوب السعودية بالأمم المتحدة بإجراء إصلاحات على بنية المجلس أو مجلس الأمن، وحث على منح المجموعة العربية مقعدا دائم بمجلس الأمن. كانت السعودية قد أعلنت عن اعتذارها قبول عضوية مجلس الأمن بسبب فشل الأخير في معالجة القضايا العربية. على جانب آخر، استبعدت مصادر دبلوماسية شغل الكويت مقعد السعودية في المجلس، في حين أشارت تقارير إلى احتمال ترشيح الأردن لشغل مقعد السعودية بمجلس الأمن. جدير بالذكر أن موقف السعودية حيال عضوية مجلس الأمن حظي بقبول من جانب العالمين العربي والإسلامي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما أطلع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على آخر تطورات مفاوضات جنيف الجارية حاليا بشأن الملف النووي الإيراني. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي التزامه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. من جانبه وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي المقترحات التي تقدمت بها إيران لمباحثات جنيف بأنها تجميلية ولا تحمل أي نوع من التنازلات، مؤكدا أن طهران تسعى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها في الوقت الذي لا تريد فيه التخلي عن برنامجها النووي. وفي سياق ذي ثلة، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يجب على القوى الكبرى انتهاز الفرصة المتاحة في المفاوضات التي يتم إجراؤها مع إيران في جنيف بشأن ملفها النووي. في المقابل، استبعد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس إمكانية التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية مع إيران في جنيف في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مفاعل أراك ومخزون اليورانيوم المخصب إلى مستوى 20% من بين العقبات الرئيسية التي تراها فرنسا في المحادثات النووية مع طهران. يأتي هذا فيما أشار فابيس إلى ضرورة أخذ مخاوف دولة الاحتلال ودول أخرى بالمنطقة بشأن نووي طهران مأخذ الجد على حد قوله. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار هاين المدمر الذي ضرب وسط الفلبين أمس إلى أكثر من 120 قتيلة. ونقلت شبكة CNN الأمريكية اليوم عن الأمين العام لمنظمة الصليب الأحمر الفلبينية قولها إن المنظمة تعمل حاليا على حصر حجم الدمار الذي لحق بالبلاد جراء الإعصار، مشيرة إلى أنه تسبب في إلحاق الضرر الشامل أو الجزئي بعدة مناطق. وأضافت المنظمة أن العديد من المتاجر في المناطق المنكوبة أغلقت أبوابها، كما تعاني هذه المناطق من انقطاع التيار الكهربائي. يشار إلى أن منظمة الصليب الأحمر تمكنت من التغلب على العديد من الصعاب ونجحت في إرسال مواد إغاثة إلى المناطق المنكوبة إلى جانب مواد الإغاثة التي تقوم بتوزيعها قوات الجيش. أخبار الرياضة. توج النادي الزمالك بطلا لكأس مصر بعد فوزه بثلاثية نظيفة على وادي دجلة في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب الجونة بالغردقة.
أحرز أهداف الزمالك أحمد جعفر في الدقيقتين 53 و55، فيما أكد شيكابالا فوز الزمالك بهدف ثالث في الدقيقة 65. كان الزمالك صعد إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي، في الوقت الذي وصل فيه وادي دجلة لهذه المباراة بعدما أطاح بالإسماعيلي بركلات الترجيح في نفس الدور. وختاما أحوال الطقس كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية. يسود غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، أما الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25، وادي النطرون 18-25، الإسكندرية 18-24، مطروح 19-24، طنطا 18-25، المنصورة 15-27، دمياط 19-24، بورسعيد 20-24، الإسماعيلية 16-25، السويس 17-27، سانت كاترين 11-22، شرم الشيخ 21-33، الغردقة 20-32، المنيا 16-27، أسيوط 28-24، سوهاج 15-30، قنا 16-29، الأقصر 17-32، وفي أسوان الصغرى 19 والعظمى 32. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، نترككم في رعاية الله.